الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزلها على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه فمن لا يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله ومن هذا الباب أحببت أن أنذر هذا الشريط في آيات وأدعية تقرأ على من أصابها في شعرها داء فأسقطه سواء كان مرضا عضويا أو سواء كان بسبب عين أو مس أو سحر أو غير ذلك فأستعين بالله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
الخليج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا به جنات وحب الحصيد تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت بغير حساب إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون وهو الذي أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا أولم يروا أنا نسوق الماء أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير والذي يميتني ثم يحيين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وأنه هو أمات وأحيا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وفجرنا فيها من العيون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الحمد لله
الحمد لله الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى حمدا يوافي نعماءه الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول أحمده سبحانه وأشكره أحمده حمد الصالحين وحمد الأنبياء والملائكة المقربين وأدعوه بالحي القيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا منبت الأشجار يا منبت الأشجار يا منبت الأشجار يا فارق الحب والنوى ومخرج الثمار يا منبت الأشجار في قاع البحار يا منبت الأشجار في قاع البحار أنبت شعرها يا رب العالمين اللهم أنبت شعرها يا قوي يا متين اللهم أنبت شعرها يا أكرم الأكرمين يا منبت الكلأ في الصحاري والقفار يا منبت الكلأ في الصحاري والقفار يا من أنزلت من السماء ماء يا من أنزلت من السماء ماء مباركا فأنبت به حدائق ذات بهجة فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لأحد أن ينبت شجرها سواك ما كان لأحد أن ينبت شجرها سواك يا من أخرجت بقدرتك من الماء نبات كل شيء يا من أخرجت بقدرتك من الماء نبات كل شيء أنبت شعرها وأخرج شعرها بقدرتك يا قدير يا من أخرجت من النخل من طلعها قنوان دانية متدلية اللهم أطل شعرها ودل شعرها ورد شعرها أحسن ما كان عليه يا من تنبتنا من الأرض يا من تنبتنا من الأرض مثل النبات يا من تنبتنا من الأرض مثل النبات بعد الممات أنبت شعرها بعد الموت يا أرحم الراحمين يا من جعلت للأنعام أوبارا وأشعارا يا من جعلت للأنعام أوبارا وأشعارا يا من جملت النساء بالشعور يا من جملت النساء بالشعور رد لها شعرها اللهم رد لها شعرها اللهم اخرج كل العيون التي أصابتها في شعرها اللهم اخرج كل العيون التي أصابتها في شعرها اللهم اخرج كل العيون التي أصابتها في شعرها وكل النظرات والأنفس المعجبة وكل النظرات والأنفس المعجبة والمتعجبة بزينة شعرها بزينة شعرها بزينة شعرها وكل النظرات والأنفس المعجبة والمتعجبة بزينة شعرها اللهم ابطل كل حسد وتمني ممن أصابها ممن حسدتها وتمنت مثل شعرها ممن حسدتها وتمنت مثل شعرها ممن حسدتها وتمنت مثل شعرها وممن تمنت مثل شعرها اللهم اخرج كل عين قديمة اللهم اخرج كل عين قديمة في شعرها من الصغر اللهم اخرج كل عين قديمة أصابتها في شعرها من الصغر اللهم اخرج كل عين قديمة في شعرها من الصغر اللهم اخرج كل عين سقطت شعرها اللهم اخرج كل عين سقطت شعرها اللهم اخرج كل الأعين التي سقطت شعرها اللهم اخرج كل الأعين التي سقطت شعرها اللهم أخرج أعين الناس اللهم أخرج أعين الناس اللهم أخرج أعين الناس اللهم أخرج أنفس الناس اللهم أخرج أنفس الناس اللهم أخرج أنفس الناس اللهم أخرج نظراتهم وحسدهم اللهم أخرج نظراتهم وحسدهم اللهم أخرج نظراتهم وحسدهم اللهم أخرج عيون الجنيات الحاسدات لشعرها اللهم أخرج
اخرج عيون الجنيات الحاسدات لشعرها اللهم اخرج عيون الجنيات الحاسدات لشعرها وحسدهن لها وحسدهن لها وحسدهن لها وحسدهن لها وحسدهن لها اللهم اخرج اعين الجان اللهم اخرج اعين الجان اللهم اخرج اعين الجان وانفس الجان وانفس الجان وانفس الجان وانفس الجان ونظراتهم 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 ووصفهم 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 واعجابهم واعجابهم وحيرتهم وتحيرهم في شعرها اللهم ابطل ما اصابها في شعرها في المدرسه 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 اللهم ابطل ما اصابها في شعرها في الحمام اللهم ابطل ما اصابها في شعرها في الحمام اللهم ابطل ما اصابها في شعرها في الحمام اللهم اخرج عيون وحسد الاقارب اللهم اخرج عيون وحسد الاقارب اللهم اخرج عيون وحسد الاقارب والمعارف 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 اللهم اخرج كل عين اصابتها اللهم اخرج كل عين اصابتها من جيرانها اللهم اخرج كل عين اصابتها من جيرانها اللهم اخرج كل عين اصابتها من جيرانها وزميلاتها وزميلاتها وصديقاتها وصديقاتها ومعلماتها 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 اللهم اخرج واصرف عيون النساء اللهم اخرج واصرف عيون النساء اللهم اخرج واصرف عيون النساء اللهم اخرج واصرف عيون الرجال اللهم اخرج واصرف عيون الرجال اللهم اخرج واصرف عيون الرجال من شعرها اللهم اخرج واصرف عيون الرجال من شعرها اللهم اخرج واصرف عيون النساء والرجال صغارا وكبارا صغارا وكبارا صغارا وكبارا اللهم انزع كل عين على فروة رأسها استقرت اللهم انزع كل عين على فروة رأسها استقرت اللهم انزع كل عين على فروة رأسها استقرت اللهم انزع كل عين على فروة رأسها كل عين أضعفت وأماتت بصيلات شعرها كل عين أضعفت وأماتت بصيلات شعرها كل عين أضعفت وأماتت بصيلات شعرها اللهم اخرج كل العيون اللهم اخرج كل العيون اللهم اخرج كل العيون التي سقطت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي سقطت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي رققت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي رققت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي رققت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي قصفت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي قصفت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي قصفت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي خشنت وجعدت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي سقطت شعرها اللهم اخرج كل العيون والأسحار والحسد الذي سقط شعرها اللهم اصرف كل العيون والحسد والسحر الذي سقط شعرها ورقق شعرها ورقق شعرها اللهم اخرج كل العيون التي خشنت وجعدت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي أمرضت شعرها اللهم اخرج كل العيون التي أمرضت شعرها اللهم اخرج واصرف كل عين وحسد غير لون شعرها غير لون شعرها غير لون شعرها اللهم اخرج كل العيون والحسد الذي أصابها في طول شعرها في طول شعرها في طول شعرها أو لونه أو لونه أو لون شعرها أو غزارة شعرها أو غزارة شعرها أو غزارة شعرها اللهم اطل ما أصابها في شعرها في طوله أو لونه أو غزارته أو غزارته وكثافته 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 ونعومته 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 وبريقه وبريقه ولمعانه وبريقه ولمعانه وهيئته اللهم ابطل كل سحر سقط شعرها اللهم ابطل كل سحر سقط شعرها اللهم ابطل كل سحر مرق شعرها اللهم ابطل كل سحر
مرق شعرها اللهم اخرج كل عين من امرأة نظرت اللهم اخرج كل عين أو حسد من امرأة نظرت وتمعنت في شعرها نظرت وتمعنت في شعرها نظرت ولم تبرك على شعرها اللهم اخرج كل عين من امرأة حسست بيدها على شعرها تعجبا وحسدا اللهم اخرج كل عين من امرأة حسست بيدها على شعرها تعجبا وحسدا اللهم اخرج كل عين من امرأة حسست بيدها على شعرها تعجبا وحسدا اللهم اخرج كل عين أصابتها في شعرها اللهم ابطل كل عين اللهم اخرج واصرف كل ما أصابها ممن تعجبوا من شعرها من طوله ونعومته وبريقه ولونه وغزارته اللهم ابطل ما أصابها ممن قصت شعرها اللهم ابطل كل عين ممن أصابتها ممن زينت لها شعرها اللهم ابطل ما أصابها حينما زينت شعرها في زواج اللهم ابطل ما أصابها في صوالين النساء اللهم ابطل ما أصابها في صوالين النساء اللهم ابطل ما أصابها في صوالين النساء اللهم ابطل ما أصابها ممن زينوا شعرها اللهم ابطل ما أصابها ممن غيروا هيئة شعرها اللهم ابطل ما أصابها ممن قصوا شعرها اللهم ابطل كل عين ونظرة وحسد أصابها في صوالين تجهيز العرائس اللهم ابطل ما أصابها في صوالين تجهيز العرائس اللهم ابطل ما أصابها في صوالين تجهيز العرائس اللهم ابطل ما أصابها ممن تحسست شعرها وسألتها عن شعرها اللهم ابطل ما أصابها حينما قصت شعرها اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في زواج حضرت اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في زواج حضرت اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في زواج حضرت اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في عيد أو مناسبة اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في عيد أو مناسبة اللهم ابطل ما أصابها في شعرها في عيد أو مناسبة اللهم ابطل كل عين وحسد ممن يسألوها عن شعرها اللهم ابطل كل عين وحسد ممن يسألوها عن شعرها اللهم ابطل كل عين وحسد ممن يسألوها عن شعرها اللهم ابطل ما أصابها من أسحار سقطت شعرها اللهم ابطل سحر إسقاط الشعور 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 اللهم احرق كل مس عاشق يكيدها في شعرها اللهم اقتل كل مس عاشق يكيدها في شعرها اللهم اقتل كل مس عاشق يكيدها في شعرها اللهم احرق كل مس عاشق يجر شعرها ويقطع شعرها اللهم احرق كل مس عاشق يقص شعرها في نومها ويقظتها اللهم احرق كل من يقص شعرها في نومها ويقظتها اللهم احرق من يقطع شعرها اللهم احرق كل عاشق يكيدها في شعرها يكيدها في شعرها ليعطلها عن زواجها ليعطلها عن زواجها ليعطلها عن زواجها اللهم احرق كل شيطان مارد أرادها لنفسه اللهم احرق كل شيطان مارد أرادها لنفسه أو ظنها ملكه أو ظنها ملكه اللهم اشف شعرها من كل مرض أصابه اللهم اشف شعرها من كل مرض أصابه اللهم اشف شعرها من كل مرض أصابه اللهم أنبت شعرها اللهم أنبت شعرها كما ينبت الزرع اللهم أنبت شعرها كما ينبت الزرع اللهم أنبت شعرها كما ينبت الزرع اللهم اخرج كل عين وحسد من عجوزة نظرت إلى شعرها اللهم اخرج كل عين وحسد أصابها من عجوز نظرت إلى شعرها وتذكرت شبابها اللهم اخرج كل عين من امرأة عجوز نظرت إلى شعرها إنسية أو جنية إنسية أو جنية إنسية أو جنية اللهم رد لها شعرها أحسن ما كان عليه اللهم رد لها شعرها أحسن ما كان عليه اللهم رد لها شعرها أنعم ما كان عليه وأوفر ما كان
كان عليه وأجمل ما كان عليه. اللهم اخرج كل عين أصابتها من نفسها، اللهم اخرج كل عين أصابتها من نفسها، اللهم اخرج كل عين أصابتها من نفسها. اللهم احي شعرها يا من تحيي الموتى، اللهم احي شعرها يا من تحيي الموتى، اللهم احي شعرها يا من تحيي الموتى، إنك على ذلك لقدير. اللهم أنبت وأخرج شعرها يا من تخرج الحي من الميت، يا من تخرج الحي من الميت، اللهم يا من تخرج الحي من الميت. اللهم احي ما مات من شعرها، اللهم وأنعش فروتها، اللهم ورد لها شعرها. اللهم اطل كل ما أصابها في شعرها، اللهم اطل ما أصابها من أمراض سقطت شعرها، اللهم ابطل كل مرض أصابها في شعرها، اللهم اشف شعرها من كل مرض أصابه، اللهم اشف شعرها من كل مرض عضوي أصابه، اللهم اشف شعرها من كل مرض عضوي أصابه، اللهم اشفها أنت الشافي، اللهم اشفها أنت الشافي، عافها أنت المعافي. اللهم اطل ما بيض شعرها وغير لونه وهيئته، اللهم اشف شعرها، اللهم اشف شعرها أنت الشافي، اللهم اشف شعرها أنت الشافي وأنت المعافي، اللهم أنت المعافي فعافها. اللهم رد لها شعرها أوفر ما كان عليه وأجمل ما كان عليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.